السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقائي، معكم أيوب من قناة بي إن دي جيمز، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد من لعبة جي تي إي سان أندرياس. وفي الفيديو هذا سأقدم لكم أفضل وأجمل وأروع 10 مودات في لعبة جي تي إي سان أندرياس، فهيا لنبدأ. حسنا، المود الأول وهو المود الذي طلبه مني أحد الأصدقاء، وهو مود النوكليب أو كما يسميه هو مود تحريك سي جي. حسنا، لتشغيل مود نوكليب ما عليك سوى كتابة ان او سي ثم تظهر معك هذه القائمة وسترى سي جي لا يتحرك. ما هذا؟ حسنا انه يتحرك. غيرت رأيي. حسنا، لكي تحرك سي جي ما عليك الضغط سوى على دبليو هكذا، ثم تنقله الى اي مكان تريد عبر التحكم في الماوس. انظروا، انا على سبيل المثال سوف اضعه في هذا المكان في الاعلى هنا. سوف اجعله يقف في هذا المكان. مرحبا. لكي توقف عمل مود ما عليك كتابة ايضا سوى ان او سي ثم يتوقف المود هكذا. والان كيف سننزل للاسفل؟ علقنا في هذا المكان. حسنا، اما المود الثاني وهو المود الذي لطالما سأله عني الكثير من الاصدقاء، وهو مود مود الحياة الدائمة او مود شريط الدم الطويل. اوكي، كما ترون هذا هو، لقد لاحظتموه من الاول، ولكي نجربه سوف نقفز من هذا العلو. اعتقد اذا كان هذا المود مود شريط الدم الطويل لا يعمل فان سي جي سوف يموت، واذا كان يعمل فسي جي رحمه الله المسكين. واو، لقد نجا من السقطة ونجا من القفزة. انظروا كم من العلو. حسنا، لقد اختبرنا مود شريط الدم الطويل. اوكي، اما المود الاخ اما المود الثالث فهو مود قائمة السيارات. هذا ايضا يسأله عني الكثير من الاصدقاء، لهذا سوف اضعه في هذا الفيديو كذلك. ولاظهار قائمة السيارات ما عليكم الضغط على H زائد 7 ثم تظهر معكم قائمة السيارات مثل هكذا، وفيها 5 صفحات كما ترون. هذه الصفحة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة. كما ايضا يوجد في الكثير من السيارات، جميع السيارات والدراجات، الطائرات، الحافلات، الشاحنات، اي شيء هنا تريدونه فهو موجود في هذه القائمة. على سبيل المثال سأختار هذه السيارة. انظروا، المود كما ترون فهو يشتغل 100%، ولن تحتاج لسرقة سيارة اي احد بعد اليوم. حسنا، اما المود الرابع وهو مود الذي سأله عني الصديق اخر، وهو مود ايقاف اللعب. حسنا، لتوقف اللعبة ما عليك الضغط سوى على زر ال و في هكذا تتوقف اللعبة بشكل كامل. ثم اذا اردت التنقل ما عليك سوى الضغط مرة اخرى على في، ثم تتحرك عبر الاسهم هكذا والماوس كذلك. رأيتم هكذا الاسهم. المود سهل جدا الاستخدام، هو سهل جدا كما ترون، كل شيء توقف في لعبة جي تي إي سان أندرياس.
حسنا لكي تشغل مود مرة تشغل اللعبة مرة أخرى ما عليك أن تقصيها على زر Alt و V مرة أخرى ثم تعمل اللعبة مرة أخرى. أما المود الخامس وهو مود ما اسمه ماستر سبارك أعتقد أو مود أنا أسميه مود الطاقة الخارقة. إذا أردتم أن تشاهدوها ما عليكم أن تقصوا على تيب زائد إتش. أيوة واو ما هذا الانفجار يا سلام انظروا مجددا. أيوة فجر واو 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 انظروا قد دمرنا جميع السيارات هنا. أرأيتم هذا المود رائع جدا وخيالي. يس جميل جدا. حسنا المود الآخر وهو واو المود الآخر وهو حفظ اللعبة في أي مكان تريده أو حفظ المهمة في أي مكان تريده. لن تحتاج الى التوجه الى هذه الكاسيت او تحتاج الى الذهاب الى المنزل لكي تسجل اللعبة او تقوم بحفظها. ستأتي الى اي مكان تريده ثم تضغط على F4 وسوف تظهر معك صفحة Save Game ثم تحفظ اللعبة ثم تخرج من جديد. رأيتم هذا جميل. اوكي المود الاخر وهو مود تغيير الملابس. هذا المود بصراحة لقد وجدت اخيرا الحل لمشكلتي وهو تغيير الملابس. عندما افكر في تغيير الملابس افكر ايضا علي ان ابحث عن محل الملابس ثم التوجه اليه وتدخل الى تلك الغرفة لتبديل الملابس ثم تجرب كل ثم تغير كل ثوب على حدة ثم تدخل وتخرج. فهناك عناء كبير جدا لهذا. اذا اردت وجدت الحل وهو مود تغيير الملابس عليك سوى الضغط على رقم 3 في الموجود في اعلى المفاتيح ثم تختار اي ملابس تريده هنا اي ثوب تريده هنا. على سبيل المثال ساختار السراويل وساختار ساختار اي محل ساختار هذا فيكتيم وساختار لا عفوا هذه ليست سراويل هذه الجاكيت والتيشورت الى غير ذلك. رأيتم هذه هي الجاكيت انظروا هذا التيشورت لكرة السلة او لا اعلم نعم لكرة السلة. اذا لم يعجبك الثوب ثم تضغط على اوكي سوف تظهر معك القائمة ثم تختار من جديد. اذا اردت اختيار الثوب عليك الضغط على الزر سبيس ثم تختار الثوب الذي تريده. اوكي سنختار اللبس الجديد سنختار الان السراويل وساختار هذا المحل مرة ثانية ثم اختار هذا السروال. اوه جميل هذا السروال رائع سأتركه سأختاره وسأرى إذا كان هناك سراويل أخرى. هذا لا يعجبني هذا السروال جميل أيضا وكذلك هذا لكن سأختار الأول
وهناك الكثير من الأشياء مثل القبعة. رأيتم القبعات كذلك موجودة هنا، والقلادة وكذلك الساعة والنظارات الأقنعة، هناك الكثير من الأشياء صراحة هنا. أوكي يكفينا هذا، فقط أريد أن أريكم الفكرة وسأترك هذه الملابس لقد أعجبتني. حسنا، أما المود الآخر وهو لقد نسيته، وهو مود تغيير الأسلحة. وهو مود تغيير الأسلحة لكن أولا سوف أريكم مود آخر وهو مود قائمة الأسلحة. لإظهار قائمة الأسلحة ما عليكم الضغط على الزر 2 هكذا، ثم تظهر معكم قائمة الأسلحة، ثم تختارون الأسلحة التي تريدون. على سبيل المثال هذا الرشاش، رأيتم؟ انظروا. الشر هذا، لا وقعنا في مشكلة، سنعلق مع الشرطة. حسنا لقد غيرت المكان لأنني علقت مع الشرطة في قتال، لهذا اضطررت لتغيير المكان وعدت إلى هنا. كما قلت، أما المود الآخر فهو مود تغيير الأسلحة، وهذه هي شكل الأسلحة الجديدة، انظروا وهي باللون الأزرق. واو جميل جدا، يا سيئة موت أيها المغرب موت، أنا غادر هذه المنطقة، هيا لا تعالجهم، هيا أهربوا، هيا أهربوا. ماذا تفعل؟ لا أريدك أن تعالجهم، اتركهم يموتون. حسنا هذا كان مود تغيير الأسلحة، انظر إلى شكل الأسلحة الآن، انظروا هذه الشوتجان، هذا المسدس بكاتم الصوت، هناك الكثير من الأسلحة. قائمة الأسلحة هنا إذا أردتم الأسلحة الأخرى. ليس جميع الأسلحة كلها، لم أغير جميع الأسلحة لكن غيرت بعض الأسلحة فقط حتى أريكم ذلك كيف يكون. رأيتم هذا المسدس، حسنا هذه كانت قائمة الأسلحة وكذلك تغيير شكل الأسلحة. أوكي أما المود، هؤلاء لم يتركوني وشأني. هؤلاء الأوغاد لا ينتهون أبدا، يحبون العراك معي، ماذا سأفعل؟ حسنا هذا كان مود تغيير شكل الأسلحة، أما الآن سوف أريكم مود آخر جميل جدا وهو المود الأخير، وهو مود الأجنحة. لإظهار الأجنحة ما عليكم سوى كتابة كلمة وينج هكذا، ثم تقفز. ايوه هذه هي الأجنحة، يا سلام، واسي جاي يطير مثل الحمامة، انظروا الى هذه السرعة التي يمشي بها، واو يا سلام. لكي تنزل ما عليك سوى عليك ان تبقى هكذا، وهكذا سوف تنزل. وسوف نعود الآن، نكتب وينج مجددا،
ثم نقفز. ايوه وانظر الى سي جي كيف يطير. يا سلام. اوه سي جي الان يشعر بالحرية وهو يطير. الله عليك. اين منزلي؟ اين منزلي؟ اين هو المنزل؟ منزل سي جي. سوف نعود الان الى المنزل، الى البيت. فقدته. ايوه حسن لقد عثرت عليه. هذا هو. اوب بوم. يا سلام جميل جدا. هذا كان اخر مود، واتمنى ان تعجبكم هذه المودات يا اصدقاء. فاما بالنسبه لطريقه تركيب المودات، لحظة، هؤلاء لن يتركوني وشأني حتى اقتلهم. اما بالنسبة لتحميل المودات فسأضع لكم روابط المودات اسفل الفيديو، وكذلك اذا اردتم طريقة تركيب المود كذلك سوف تجدونها في اسفل الفيديو كذلك. ما عليكم تحميل طريقة التركيب كذلك والمودات، وان شاء الله ستجدون في الفيديو طريقة شرح تركيب المودات بشكل جيد. واتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، فان اعجبكم الفيديو فاتمنى لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. كان معكم ايوب من قناة اندي جيمز. الى اللقاء.